الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل المخالفات المرورية مثل قطع الإشارة والسرعة والتي يكون عليها غرامة مالية، هل يكون الإنسان آثما فيها لأنه خالف ولي الأمر في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن كل من خالف مقتضى الشرع فإنه آثم بحسب مخالفته، ومن جملة مقتضى الشرع طاعة ولي الأمر في غير معصية الله عز وجل، فإن الذي أمرنا بطاعته هو من أمرنا بالصلاة والزكاة والحج والصوم وبر الوالدين وأداء الأمانات وصدق الحديث، فإذا كنا نمتثل هذه المأمورات طاعة وتعبدا لله عز وجل فيجب علينا كذلك أن نمتثل طاعة الحاكم في غير معصية الله، لا لأنه حاكم ولا لسواد عيني الحاكم ولا رغبة في دنياه، وإنما تعبد لله عز وجل. فالذي أمرنا بالطاعة إنما هو الله، فإذا خالفنا من أمرنا الله بطاعته فإننا نعتبر آثمين بهذه المخالفة. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن تأمر عليه، واسمعوا وأطيعوا وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميره فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميره فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والأدلة في مسألة السمع والطاعة في غير معصية الله قد بلغت مبلغ التواتر، وأقررها أهل السنة والجماعة في جملة كتبهم العقدية، وجعلوها أصلا من أصول الملة. فإذا خالفت ولي الأمر في بعض ما نهاك عنه فإنك تعتبر آثما لأنك خالفت مقتضى الشرع، والعقوبة عليك عند الله عز وجل تكون على حسب هذه المخالفة ومقدارها. فكل من خالف مقتضى الشرع فإنه يعتبر آثما بحسب مخالفته، أي بمقدارها. فإن قلت: أوليس دفع الغرامة مكفرا عني؟ فأقول: إن مخالفة ولي الأمر فيها متعلقان، متعلق يرجع إلى الله عز وجل، وهو أنه أمرك بالطاعة فخالفت، فإذن هذه المخالفة يتعلق بها شيء من حقوق الله عز وجل، ويتعلق بها حق نظامي، فإذا سددت الغرامة فإنما يسقط عنك الحق النظامي، وأما حق الله عز وجل فلا بد فيه من التوبة، فلا يكفي دفع الغرامة إلا أن يقرنه الإنسان بالتوبة لله عز وجل وعدم الرجوع إلى هذه المخالفة مرة أخرى، والله أعلم.